إن تداعيات الأزمة الصحية الحالية التي تعيشها البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا دعت الجميع إلى التضامن والتكاتف لمواجهة الحالة الراهنة، وعلى ضوء ذلك جاء إظهار المشاركات من مختلف جمعيات المجتمع المدني لدعم جهود الحكومة التي تقوم بها، حيث قامت جمعية حركة الشباب من أجل السلام ومؤسسة النجمة للإقاصة والتنمية بتلاوة جماعية لكتاب الله العزيز، وهذا العمل وصفته رئيسة مؤسسة النجمة بالواجب والضروري. قتلنا القرآن لمساندة رئيس الجمهورية، وقرآننا ده موجه لمساندة رئيس الجمهورية ولبلدنا، الله يجيب لنا السلام بصفة عامة، ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى يرفع علينا البلد اللي جاء ويجيب لنا السلام والعافية. هذا وقال عبد النافع النور ميكائيل رئيس حركة الشباب من أجل السلام إن المبادرات الاجتماعية تؤدي من المهام الرئيسية لأهداف هذه المؤسسة.